والله الحقيقه كان نقاش كبير في عده نقاط، كان موضوع كبير عن الصناعه بشكل عام وتعمق الصناعه وعن المصانع المخالفه وعن رسوم الاغراق، كانت مجموعه كبيره جدا واسفرت عن فتح يعني نقاش ما بين الدوله والجهات الرسميه وبعض المنتجين في النقاش حوالين الخلاف او اللغط اللي حاصل ما بين ارتفاع الاسعار ونزول الاسعار ورسوم الاغراق. كان موضوع كبير حقيقه، مش عارف الخصف في دقيقتين يعني. وانا اعتقد ان لسه احنا قدامنا فتره لغايه البت في القضيه، يعني المده دي مؤقته لغايه القضيه الاصليه القضيه المرفوعه، وده اعتقد ان ممكن ما يستمرش يعني القرار ده بشكل مؤقت. يعني اذا في حكم نهائي بالاغراق هيبقى في قرار نهائي مش مد تاني ليه. النقطة دي الحقيقة ما اتناقشتش بشكل حد يرد عليها، بس احنا الحديد كان ب 2100، احنا النهاردة انا عن نفسي كمصانع الجيش والصلب بطبق المتوسطات في الأسعار، والنهاردة ببيع ب 11650 و 11600، فإذا انا رجعت حوالي 700 جنيه في الطن تدريجيا كل شهر بنزل لغاية لما أوصل لأفريج. انا بشتغل بسيستم متوسط لأفريج معين وخلاص تكلفتي الجديده كل شهر بتتحدث. الرقابه على المصانع المخالفه ده موضوع حيوي جدا، كنت عايز اتكلم فيه. في قصور جامد جدا من الدوله على الرقابه في الصناعه، في مصانع مخالفه وللاسف هيئه التنميه الصناعيه ما عندهاش صلاحيه غلق مصانع. يعني ايه يعني جهه رقابيه وانت عارف مصانع مخالفه وما عندكش القدره على غلقها كدوله؟ عدم الانتاج بمعايير وجوده وكفاءه، ما فيش انتاج لا بجوده ولا في رقابه عليه. يعني النهارده ما ده مخالف للمعايير كلها وبيضر المستهلك مش بيفيده. لو عايز تتكلم عن حمايه المستهلك، انت بتحمي المستهلك بنزول سعر قصاد نزول كفاءه في السلعه، ولا المفروض تنزل سعر قصاد جوده سلعه؟ يبقى انت كده بتحمي المستهلك عذرا كده ما بتحموش، لان انت بتدي له سلعه بتضره. لا ما فيش فائض ولا حاجه، بالعكس المصانع كلها يعني العرض والطلب يعني متفق مع بعضه لغايه دلوقتي. بالعكس في بعض الشورتج بدليل ان كان في جزء من الاستيراد ما كانش فيه فائض ولا حاجه. اولا دلوقتي ما فيش ركود لان المصانع كلها شغاله، ما فيش خالص حاجه اسمها ركود الحمد لله. احنا المبيعات حسب تخوف التجار من شراء كميات كبيره زياده عن الحاجه ليهم، توقعهم بنزول السعر ان ده هيستمر بشكل اعمق يعني، فبدا يطلبوا بالطلبات اللي عندهم بس. انما في حاله شعورهم او استشعارهم بارتفاع الاسعار بيطلبوا اكتر من حاجتهم. احنا بنتكلم كان يعني الافريج حوالي 8 مليون طن حديد سنويا. حديد سنويا.